حضارة التنين الأسود جونونج مولو المحمية الوطنية. تقع جونونج مولو المحمية الوطنية تحت خط الاستواء مباشرة في بورنيو في ماليزيا. مساحتها 530 كيلومترا مربعا وتتكون من غابات المطر. تعج الغابة بالنباتات وبأنواع مختلفة من الحيوانات. لون الذبابة الفنارية المرقش يحميها من الحيوانات المفترسة، والفراشة ذات أجنحة طائر تشكل رمز ماليزيا. لقد تكيفت المخلوقات مع هذه البيئة. هذه الشجرة تبدو مجوفة. تلتف شجرة التين الطفيلي عادة حول شجرة أخرى. لقد ماتت الشجرة وهذه هي النتيجة. تنتشر المغارات الواسعة المكونة من الحجر الفلسي تحت الغابة، تشكل إحدى أوسع وأطول مجموعة من المغارات في العالم. والمطر الاستوائي الغزير نحت سطح الحجر. هذه المغارات موطن مخلوق يدعم نظاما بيئيا بأكمله في جونونج مولو، خفاش الورقة الدائرية. يعتبر أكبر أنواع الخفاش الموجودة في بورنيو. الحريش أو أم 44 يعيش هنا أيضا. عندما يشعر بخطر يترك خلفه سائل فلوري ويغادر المكان بسرعة. تمطر السماء باستمرار في غابات المطر في بورنيو، وعندما يتوقف المطر تسقط الخفاشات في المغارات وتطير خارج المغارة في نفس الوقت. عددها أكثر من 5 ملايين خفاش. يطلق عليها اسم التنين الأسود، وهو مصطلح يدل على الرعب والاحترام. تطير الخفاشات بحثا عن الحشرات. يمكن لهذه الرقصة أن تستمر أكثر من 30 دقيقة. يشكل الصقر عدوها الطبيعي. يتبدل شكل التنين الأسود كوسيلة وقاية. تشكل الخفاشات دائرة كي تخيف الصقر. جونونج مولو بمغاراتها الشاسعة وغابات المطر فيها تهمهم بالحياة والأسرار.